نرجع لعنواننا الرئيسي النهارده، مشاركه واسعه لقمه القاهره للسلام في العاصمه الاداريه الجديده، استجابه لدعوه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هتنعقد خلال، يعني بنتكلم كده خلال ساعات قليله، في العاصمه الاداريه الجديده. الهدف، الامل، كل الدول، كل العواصم، كل الناس او الشارع العربي وكل من هو متعاطف ومناصر للقضيه الفلسطينيه يأمل أنه يبقى فيه قرار حقيقي لخفض التصعيد في قطاع غزة والتخفيف على أعباء الخاصة بأهلنا في غزة. زي ما كنا بنتكلم يا محمد، قمة القاهرة للسلام تم فيها تأكيد على مشاركة 31 دولة وثلاث منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، الكويت، السعودية، بالإضافة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. مشاركة واسعة لقمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المزمع انعقادها اليوم السبت في العاصمة الإدارية بهدف مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. وتم تأكيد مشاركة 31 دولة وثلاث منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. فيما أكدت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني ستشارك في مؤتمر السلام الدولي، رغم نشر تأكيدات سابقة تشير إلى أن من سيمثل إيطاليا في القمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، لكن في النهاية أعلنت رئيسة الوزراء مشاركتها في جلسة العمل الأولى. كما أعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز حضوره القمة، معرباً عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في ضمان وصول المساعدات لغزة. كما أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مشاركته في قمة القاهرة للسلام 2023 المقرر انعقادها في العاصمة الإدارية. وفور وصوله القاهرة استعداداً للمشاركة في قمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية الجديدة، أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة عن بالغ التقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للمشاركة في قمة القاهرة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة. كما وصل مطار القاهرة الدولي بالأمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن للمشاركة في أعمال قمة القاهرة للسلام بمشاركة العديد من الدول لمناقشة خفض التصعيد في القطاع والأراضي الفلسطينية. كذلك سيحضر القمة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما ستشارك المغرب إلى جانب الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ووفد من الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثين ممثلين عن روسيا والصين. تأتي هذه القمة في ظل استمرار فشل مجلس الأمن خلال جلسات التصويت على مشروعي القرارين الروسي والبرازيلي، الأمر الذي يجعل القمة المصرية تحظى باهتمام عالمي لدعم الرؤية المصرية لإجراء مناقشات بغية التوصل إلى حل شامل ولتنشيط عملية السلام. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم في وقف التصعيد الجاري والتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور بقطاع غزة، مع إعطاء دفعة قوية لمسار السلام، مشدداً خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز بالقاهرة على ضرورة أن تساهم القمة في وقف التصعيد في غزة حقناً لدماء المدنيين والتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور وإعطاء دفعة لمسار السلام.